السلام عليكم الاخوان، صباحكم بخير، مزيانين هانيين خمين صحيحه، كل شيء بخير، امور هانيه، اش كتعاودوا ملاحيين؟ نتمنى عند الله تكونوا بخير وعلى خير. عاد برسونا خرجين واحد الخرجه اليوم ان شاء الله مع واحد المسيب طالعين لمرسى ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم معنا الى حيانا الله. تحياتي هاد الناس ديال القصر الصغيرة صاحبي، ساكنين الصراحة اللهم اللي تبارك الله على جل في الله كيفاش عامل شي حمقى تبارك الله. عدنا والعود أحمد، جبرتنا الله وصلنا القصر الصغير. دابا السيدة ونزل يشري شي قهوة باش نكملوا الميناء طنجة ان شاء الله. شي يدخل يسافر يمشي في حالو، عند ولادو انا ماشي ان شاء الله قريب قريب، غادعوا لي بالتيسير ان شاء الله. انا غنحرق ان شاء الله الرحمن الرحيم، انا قريب ان شاء الله نتهناو من الخوانة اللي عايشين معاهم. ايوا ما شاء الله صافي، هذا ان شاء الله الا كنت ماشي قريب ان شاء الله يا ربي نحيف. دابا خرجها ولي يجيب واحد القهوه يتقهوى باش مي فيه الناس وقيلا واش طال حساب الطريق راك عارف. عاود هذا بالصد كيكه. المهم تحياتي لك الحجه ولدها مزيانه ضخمه. المسيو ديالك هو ماجي ان شاء الله الرحمن الرحيم. بغيت نصورو لك، ما نعرف واش بغيت تصور ولا لا، ما انا صورتو شي ما بينتو شي. المهم حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. تحياتي لكم، خليكم معنا تنوصلو تما شي حاجه من فوق، تنوصلو لجهه الميناء ان شاء الله. مساكن الدراويش هنايا. اش هاد الساعه؟ انا غير سهر عليك. لا 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 عندك لا 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 مثلا الدرج أمانة. ها هو هذا هو هذا يخلقوا عليه جايز قهوة وجع شو معي غير المرسل؟ تسعد سمع الرجل تسمع الطرمبية كاب دور ديك بلاصة ايه واش غبي خلصوا سلاك مع بوحلك تخافش يا ماما حرقش هذا ماشي دابا باقي ما غنحرق ما كنشرب اشارة بك بسم الله هاك اخويا من هي؟ ايوا هي هذيك الدخلة غترجعنا غترجعنا من اللوسة مسخيناش غترجعنا من اللوسة هذي راه كتصفيني جا تما ايوا طرفت الخبز هذا ودخلت دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وين خليكم معايا تناولوا في حالنا وشوفوا ساحل الشخور شكرا ليا ولا شي حاجه تاكسي ولا اللي جبرنا نزيدوا في حالتنا ان شاء الله. وين خليكم معايا ميناء طنجة خوتيا ميناء قصر هذا الاول ديالو. اما لا بغيتي ترجع طلع باش توصل بلاصة باركوت وديال شنقول لك مسافة طويلة. دابا هذا البداء من كيبدا هذا البدو ديالو يا هادي وهادي قنطرة ديال السكة التران وهاديك اوتوروت راه هي وهذا البحر البحر امامكم. تحياتي لكم يا فلسطين الاعزاء الغزلان، الله يوقف معكم ربي وينصركم يا رب تنصرهم يا الله، اللهم انصرهم يا الله. ها انتم نعم عمرك شي الميناء طنجة اكبر ميناء في افريقيا كاين وحتى ثلاثة البقرات كيرعاوها الاولى الثانية الثالثة ما شاء الله. والناس هما ساكنين تحت القنطرة ايوا هذا هو المشاريع اللي عملوا في هذه البلاد. الله يكثر المشاريع الله يكثر المشاريع ويكونوا كيستافدوا منها الشباب.
الشباب اللي ضايعين في هذه البلاد السعيده وفي كل المدن المغربيه تقريبا. الله يفرج علينا وعليهم على امه محمد. اخواني اخواتي، نحن في القصر الصغير امام البحر، وهناك المرسى. المرسى اللي ماشي طريف ديالها راه ولي تحياتي. انا نامس تركوز خارجين، عالم خارج من هنا ان شاء الله. اليوم احنا كنشوفوا فيهم خارجين، بعد ان شاء الله سنخرج معهم ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله ياتي لكم ان شاء رب العالمين. شي هذا القصر هذا كامل الصور ديالو، شوف راه في ماشي ديز مليهين ديز كامل كان قصر غاز مع الزمن، كلاه الزمن فهمتي، طاح الصور ديالو طاح والدخلاني ديالو طاح، باقي غير شويه هو دابا الشجر كبر فيه بزاف د الحوايج. هذا كامل كان قصر مدور هذا كبير ان شاء الله. مشاريع من المناظر حومق هنا ان شاء الله، ان شاء الله المنظر كي داير هنايا والله العادي. فين جبر هذا المنظر فعلي دا فاهم. كيصلحو تما شي حاجة تما داخل مزيان صاحبي، نقيو ويسحسبو عليا إذا كانو يرموه الله تيستافدو منه ويدخلو منه فلوس بزاف د الحوايج أصاحبي. شي خاصو الترميم، الترميم خاصو ميزانية صحيحة، ميزانية باش ترمم هادشي هذا راه خاصك واحد الميزانية صحيحة خوتي. المهم تحياتي ليكم، خليكم معنا، نحن هنا وهما هنا. قصر الصغير، إنه القصر الصغير. ميناء طنجة، ميناء طنجة، شوف شنو شبروك، اقترب يا هذا، هذا اللول ديالها. يعني خوتي شوف المنظر هنا كيفاش عامل، شوف، هاهو القصر، ومن هنا واضح مزيان في هادشي. ان شاء الله بحال كيفاش عامل هنا زربية، كنا كنعومو فيه من كنا باقيين صغارين زوافرية. ميناء فين بقى هادي غير البداية ديالو خوتي، عرفتي شحال المسافة بينك وبينو ولا؟ هادي هي البلاصة لي كيخرجو منها داك باركود ديال السلعة فهمتي. رماياك وداك الشي كامل كيخرج من هاديك السفينة كبارين، هما المسافرين كتزاد من فوق. راه إلا تعطلت ديك الطنبية خوتي والله غاد، هي شغل هنا جيها والله إلا شفتها من هنا فوق ما غاتبانلكمش نتوما. هي على الله نشبرها لكم، هاهي في هاد البلاصة هادي خارجة هنايا، أنا دخلت البلاصة هي تقدر تبان رافعين. منظر واعر صراحة اختي، المهم خليكم معنا خوتي تحياتي. كم معايا زنزون طنجة ان شاء الله صافي، الطرمبية هنايا صافي. وصلنا لطنجة البارية دابا، هنا في طنجة البارية ساعة الطريق خوتي، قصرنا هنايا حرام ساعة الطريق دارت لينا الطرمبية. طنجة البارية هنا في بارادة طنجة البارية، خليكم معنا تنزل نوصل المحطة ونزل ان شاء الله. وصلنا وصلنا لاكارد دو تريان فهمتي، هنا غنزلو ان شاء الله الرحمن الرحيم.
حد يوصل. أنا مسينا الأرض الأخرية يا لي بس هنو مجبرت وانا وصلنا حمص والله نزلنا احنا في طنجة راح ندخل في حالنا ان شاء الله رحمة الله معكم شي جودة هنايا وتسامح باش نسالي لكم شي جولة هنا باش نسالي لكم الفيديو هنايا والسر الله يوريك السياحة تحياتي يا خوت طبعا شي طلعة من فوق نشوف شنو كاين غد بسم الله الله جبرتوني طالع هنا بني سنسور بسم الله ضربت الماء هنايا في المول الطنجة انه المون مون 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 الفتيات شرباطة لخي يا الله انا شغل سناك من هذا الحديث هذا هو المول ديال طنجة المحطة التران التران السارع تيجي هذا بالضبط كاين بس كان باتيات موجود الحمد لله الناس العتاني هنا موجود بخير تفر رزقه في وجه المهم ايوا هذا هو زيد كيما هذا الريف يا يعني موجود هنا وصلنا وصلنا هنا قلنا الله نروحوا نصوروا لكم شويه شنو الجو الجميل ونخرجوا بحال هكا باقي خاوي في الصباح باقي الصباح بكري خاوي درت كل شيء والله راه جبرت الناس نيت دوز اخوتي والله الحمد لله غلط وحسن هذا الوقت داك مع بو حناك تحياتي لك بو حناك تحياتي لجميع المشاهدين الأعزاء غزلان تحياتي لكم جميعا كلشي كاميرا زاخوتي عندك يجيو ليا يديوني لكم يسالي ماذا تفعل يا هذا الصباح الناس باقي شادين خاصهم ماشي كلشي الناس مجبورة الناس ماشي الدار الناس مش كثيرة العشية هي اللي كيكون فيها الدار باش باش هو باقي نص العشية قبل يكون عندنا في الدار اللي هذا هو في السنسور ديالو أخواني الأعزاء تحياتي لكم تعلقوا لي فراسكم فيديو غيسالي تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليكم أخوتي شوفوا شي فيديو آخر إن شاء الله إلى حين ربي دابا خارج في حالي تحياتي السلام عليكم.